السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. أهلين. إيش اسمك؟ عدنان البدوي. منين أنت يا عدنان؟ أنا من قرية كفرومة. وين كنت؟ وين جاي؟ كنت بالجامعة وجيت. بترجع الجامعة لوحدك؟ إيه الحمد لله مصر حافظين الخمس أوقات. بترجع كل أوقات تجي لوحدك من البيت على الجامعة؟ إيه الحمد لله خمس أوقات. الصبح من جانا وأبويا يسحبنا من. حتى صلاة الفجر بتجي؟ إيه الحمد لله. ما شاء الله. تفضل تفضل امشي. تفضل امشي امشي. قالوا لي حفظان كمان من القرآن. نعم ايه. كم جزء حفظان؟ حفظ نصه. نصه قرآن؟ ايه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزيك بالخير. من وين انت قلت لي؟ انا من قرية كفرومة. وين مقيم؟ هوني. ايه. مقيم خير الشام هذا. يا شمالك اللي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ما شاء الله ما شاء الله. قلت لي بتجي كم وقت بتصلي بالجامع؟ خمس أوقات. تجي لوحدك ما هيك؟ إيه. ما شاء الله. كيف تجي؟ ما حدا بيسحبك؟ ما حدا بيدلك لوحدك تجي حفظان؟ أهل الخير كثيرين في الجامع يسحبوني، لأن الرسول قول من حفظ على صلاتي بإذن الله سيكون من جنات فردوس الأعلى. إن شاء الله بتكون من أهل الجنة.